بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأطيب تحية، ويسرني أن نلتقي اليوم لافتتاح الفصل التشريعي 16، فعلى بركة الله وهداه وبعونه تعالى نفتتح هذا الفصل التشريعي، سائلين العلي القدير أن يلهمنا جميعا السداد والرشاد، ويمدنا بعونه وتوفيقه لمواصلة العمل لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وسعادته ورفاه شعبنا الكريم. نستذكر اليوم بكل الاعتزاز والعرفان والتقدير جهود وانجازات قائدنا الحكيم ووالدنا الكريم سمو اميرنا الراحل المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدين سيرنا على نهج لتحقيق خير وتقدم كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء. وإذ نهنكم بالفوز بعضوية مجلس الأمة وبالثقة الغالية التي أولاكم إياها شعبنا الأبي، فإنني أذكركم بأنكم ستؤدون بعد قليل قسمكم الدستوري، وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، وبشهادة شعب الكريم وضع ثقته بكم، وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم، كما هي خارطة الطريق لكل مخلص يريد لوطنه خيرا وتقدما وازدهارا ولأبنائه أمنا واستقرارا. إن الالتزام أمام الله والمواطنين بالإخلاص للوطن واحترام الدستور والقانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق، هذه هي مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق أماله وتطلعاته. أبنائي الأعزاء، لا شك أنكم تدركون ما يشهد العالم ومنطقتنا على الوجه الخصوص من تطورات، وأمامكم تحديات جسيمة وأمال يعلقها عليكم أهل الكويت، فلم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات في طرف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين وعقبة أمام أي إنجاز. هي دعوة صادقة ونصيحة مخلصة، احرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبد الله السالم ومداولتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة وقدوة صالحة تجسد الإيمان بالنهج الديمقراطي وتداول وساحة الإنجاز وصورة الحضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الأصيل. الأخوة والأبناء رئيس مجلس الأمة المحترمين، إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها حتى تستقيم الأمور وتنطلق مسيرة وصولا إلى التنمية المستدامة. أن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعياً مسؤولاً وتعاوناً فعالاً بين مجلس الأمة والحكومة، وحزماً في تطبيق القانون وتقليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويتجنب الفرق والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة.
إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، نحمد الله ونشكر فضله أن جعل كويتنا الحبيبة ديرة الخير وبركة ودار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار، وفعل أهلها الطيبين بفيض نعمة وأسباب العيش الكريم. وأنني على يقين راسخ بحرصكم جميعاً على تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والعمل كفريق واحد متآزرين متكاتفين للحفاظ على هذه النعمة الغالية وحماية الأمن واستقرار هذا البلد الأمين، لتبقى كويتنا الغالية كعهدها موطن عز والأمان عالية المكان مرفوعة الراية بعون الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.